شوقي تقلد إمارة الشعر بكفاءة وجدارة، لا لأنه مصري ولا لأنه عربي، ولكنه تحدث باسم أمته الإسلامية وباسم أمته العربية وباسم أمته المصرية. وشوقي كان ذو حاسة وجدانية وعاطفة جياشة، وكان صاحب لغة أتقن دغدغة عواطف الشعوب والأمم، وكان يتحدث بلسانها وبلغتها وبفكرها. من أجل هذا عاش شوقي عصره، وسيعيش الأجيال التي من بعده. وحتى كما قيل أن المتنبي أمير للشعراء في بيانه ولسانه، فشوقي أمير للشعراء من عصره حتى اليوم. لم يظهر من هو بقوة شوقي ولا بمكانته ولا بإحساسه ولا بعظمة شوقي، سيظل أميرا فيما يبدو لي على مر الزمن. دكتور عبد الولي، وأنت رئيس منتدى المثقف العربي، كيف ترى تعبير شوقي عن القومية العربية؟ شوقي الحقيقة خير من شخص وأعطى الهيكلة الصحيحة للأمة، بحيث أنه اعتبرها أمة واحدة وشعبا واحدة، وغنى للشرق وبكى الغرب الإسلامي. ونجد أنه وقف موقف المؤازر للثورة الليبية، وبكى عمر المختار في رمال ليبيا عندما شنقه الإيطاليون ودفنوه فيها. ونجد أنه وقف موقفا رائعا من مواقف الأمير عبد القادر في الجزائر، وخاطب القرى وهي تحترق، وخاطب النساء وهي تبكي، وتحدث باسم الأمة العربية من محيطها إلى خليجها شعبا واحدا لا شعوبية.